مذاكرتي عادي يعني، انا كنت اللي بذاكره اللي باخده في دروس كنت بذاكره في يوميها، ما كنتش باجل حاجه، وكنت بعمل ان انا الحاجه اوكي هذاكرها اول مره 50%، بعد كده المذاكره واحده واحده لحد ما اوصل 100%. المذاكره ما كانتش بتاجل الاسبوع اللي بعديه. جايز المناهج فيها حشو كتير قد ما هي فيها حشو، كمان فيها نقط مبهمه يعني تحس المعلومه مش كامله. ممكن احنا نخف الحشو ونوضح الدنيا اكتر باختصار. نظام الامتحانات انا شايفه الناس اللي شايفه ان نظام البوكلت ناجح جدا، حتى لو الوقت كان بالنسبه لناس قصير يعني، جايز كانت ناس بتشتكي ان الوقت قصير، بس انا بالنسبه لي النظام ناجح ومنظم لدرجه كبيره. اما كنت بقول لها ايه، كنت بقول لها ان اساس النجاح حاجتين، النظام والالتزام. انا عديت بسنين كتير بس في نفس الوقت ما كانتش عاديه بدرجه كافيه ان انا اعيش كل رفاهياتي زي ما موجوده يعني، مش كل رفاهياتي كنت باخدها، بس في نفس الوقت ما كنتش على طول قافله على نفسي الاوضه وفي جو المذاكره لكن انا كنت بعرف افصل كويس جدا بين وقت المذاكره وبين الوقت اللي انا لا هنزل واقعد مع صحابي وارفه وهسافر وهخرج، بس كان الوقت الاكبر للمذاكره وكان ده الاساسي، ده كان رقم واحد. الحقيقه احنا السنه دي التزمنا شويه في البيت، ما كناش بننزل كتير عشان خاطر ساندرا، حتى كنا مانعين الزيارات وكان الكل عارف ان احنا عندنا ثانويه عامه. قعدت احس انها مضغوطه فاقول لها تعالي يا ساندرا شوفي الفيلم ده كوميدي وبتاع، تقول لي ماما انت كده هتضيعي لي مستقبلي. وقت النتيجه انا كنت رايحه الكنيسه، كنت في الشارع رايحه الكنيسه والوزير كلمني وانا في الشارع في طريق، فانبسطت جدا يعني ورحت الكنيسه، كنت بصحابي صحابي انبسطوا بيا اكتر وقعدنا مع بعض. كنت حاسس ان هي ممكن تطلع من العشره الاوائل يعني، كنت محسب كده ان هي تطلع من العشره الاوائل، وكان عندي امل كبير ان هي تكون من العشره الاوائل، لكن كنت متخوف شويه من موضوع التصحيح. انا اكيد اتمنى ان انا اجيلي منح سواء من جامعات هنا الاي اف سي والبي يو اي والكلام ده او منح بره يعني، انا مستنيه ده ومستنيه اشوف الفرص اللي هتجيلي ايه وعلى اساسها اقرر.